أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين. وفي عناوينها لليوم: نائب رئيس البرلمان اليمني عبد العزيز جباري يتهم السعودية والإمارات بإهانة الرئيس هادي ويعلن نيته العودة إلى اليمن لتشكيل جبهة إنقاذ وطني. إيران تقدم إلى مباحثات فيينا مسودتين بشأن إلغاء العقوبات والالتزامات النووية ووثيقة سرية لتسلح جيش الاحتلال في ضوء عدم جدوى الخيار العسكري بمواجهة النووي الإيراني. قائد قوة القدس في حرس الثورة يحذر واشنطن ويدعوها للخروج من المنطقة الجغرافية المحيطة بإيران طالما أن الفرصة متاحة. اجتماع بين زعيم التيار الصدري وقياديي الاتهار التنسيقي في العراق لبحث ملف الانتخابات ومخرجاتها وتأليف الحكومة. الأمين العام للاتحاد العام التونسي يدعو الحكومة إلى مصارحة الشعب بالأوضاع الصعبة ويتمنى عودة كثيرين إلى رشدهم قبل فوات الأوان. وفي الظهيرة أيضا موجز اقتصادي معك عبد الله ظاهر، مرحبا. مرحبا مايا. في اقتصاد الظهيرة لليوم: الأمم المتحدة تدعو لتأمين 41 مليار دولار في العام المقبل لمساعدة 183 مليون شخص في العالم في ظل تفشي وباء كورونا. وموجز أخبار الرياضة في الظهيرة مع أماني مهنا، مرحبا أماني. مرحبا محمد. في أخبار الرياضة في الظهيرة لليوم: رباعيتان للمغرب والجزائر في افتتاح مشواريهما بكأس العرب، وفوز مصري شاق على لبنان، وسقوط سعودي أمام النشامة. هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها سنكون مع تفاصيلها في سياق النشرة، لكن أولا نبدأ من المواضيع السياسية. بالفعل محمد، حيث قال عبد العزيز الجباري نائب رئيس مجلس النواب الموالي لهادي إن السعودية والإمارات أهانتا وأذلتا وأضعفتا الرئيس هادي وقامتا بتهديده ومنعتاه من العودة إلى اليمن. وفي تصريح تلفزيوني اتهم الجباري السعودية والإمارات بمنع تصدير الغاز أو النفط ولا بتسليح الجيش فيما ينهار الاقتصاد. من أضعف الرئيس ومن أذل الرئيس ومن وبين قوسين أهان الرئيس؟ الإمارات السعودية. الرئيس يعني صوره أمام شعبه على أنه ضعيف ولا يستطيع أن يتخذ موقف. عندما عاد إلى عدن خرج من عدن بصورة غير يعرفها الجميع. تم تهديد الرئيس في عدن بأنه لا بد له أن يخرج. الآن الرئيس لا يستطيع العودة إلى عدن. من قام بهذا الفعل؟ وأنتم الذي تقولوا أن أنتم أتيتوا من أجل الدفاع عن الشرعية وعودة الشرعية. نحن نريد أن يعود الرئيس إلى عدن قبل أن تعود الشرعية. أنتم الذي تحاربوا الشرعية، وأنتم الذي تقدموا خدمة جليلة للعودي، وأنتم الذي تضعفوا الأثر الرئيس، وأنتم الذي تريدوا أن تصادروا القرار السياسي اليمني. الجباري اتهم التحالف بمصادرة إرادة اليمنيين وتشكيل الميليشيات وإعاقة الجيش عن حسم المعارك ومنع تسليحه. كما أعلن أنه سيعود في الأيام المقبلة إلى اليمن وسيعلن عن جبهة وطنية لإنقاذ البلاد. للأسف الشديد يعني ما جرى عكس ذلك. تم مصادرة القرار السياسي اليمني، تم منع مجلس النواب من الانعقاد، تم إنشاء ميليشيات في كل مكان، ونحن يعني نلاحظ وأنتم جميعا تلاحظوا وتتابعوا ما يجري على الأرض اليمنية من إنشاء ميليشيات مسلحة في كل مكان. هذه الميليشيات لا تتبع القيادة اليمنية ولا تعمل بإرادة يمنية، بل تعمل بإرادة غير يمنية للتحالف لما تقتضي مصلحتهم فقط وليس للمصلحة اليمنية. الجباري قال إن الجيش لم يتم تسليحه ليدافع عن نفسه، وكأن المطلوب عدم حسم الحرب في اليمن لأي طرف. وتساءل عن سبب ترك الشعب اليمني ينزف واستمرار الحرب في حال لم تكن قوات هادي قادرة على حسم المعركة. الجيش الوطني كان قادر على حسم المعركة بوقت مبكر، ولكن لولا أنه لا يراد الجيش الوطني أن يحسم المعركة ولا يريد الجيش الوطني أن يتسلح، ولا يريد الجيش الوطني أن يحقق انتصار. وبالتالي لو كانوا يريدوا هذا الانتصار فلا سبع سنوات أخي الكريم. والسؤال المطروح: هل هم قادرين على هزيمة الحوثي؟ فإذا كانوا قادرين على هزيمة الحوثي فلماذا
لنا 7 سنوات ولم يستطيعوا أن يهزموا يعني هذه الميليشيات، وإن كانوا لا يستطيعوا هزيمة الحوثي وهذه كارثة أكبر، فلماذا الاستمرار في القتال ولماذا يعني يستمر هذا الصراع ويستمر هذا القتال إلى ما لا نهاية، وهم عاجزين أن ينتصروا على الحوثي في الحرب. الجباري قال أن الاقتصاد اليمني ينهار في وقت تحاصر فيه الموانئ ولا يسمح بتصدير النفط. الاقتصاد الآن ينهار، والريال اليمني أصبح يعني عاجز أمام الدولار، وأصبح المواطن اليمني لا يستطيع أن يعني يشتري يومه، بينما لا يتم دعم الاقتصاد اليمني بأي دولار، وفي نفس الوقت محاصرين للموانئ ومحاصرين لثرواتنا من تصديرها، تصدير النفط، تصدير الغاز. لا سمح لنا أن نصدر الغاز، ولا سمح لنا أن نصدر النفط، ولا يعني تعاونوا معنا، ولا تنفذ الحكومة أنها يعني تسيطر على هذه الثروات. وللتعليق والتعمق أكثر في مواقف عبد العزيز الجباري التي عدها الكثيرون مفاجئة، ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الأكاديمي والمحلل السياسي اليمني الدكتور فارس البيل. أهلا ومرحبا بك أستاذ فارس عبر شاشة الميادين. تصريحات الجباري أعقبت بيان مشترك أصدره مع بن دغر. التحالف السعودي يعود تصرف الرجلين وكأنه ينبع من مصالح شخصية، أنتم كيف تقرؤونه؟ مساء الخير. في الحقيقة هذا البيان هو نوع من محاولة تحقيق قصد نوعية أو تحقيق ما يسمى بتسجيل موقف شخصي، لأنه لم يحتوي على قصة موضوعية، بمعنى أنه لم يتحدث بشكل حقيقي عن حلول حقيقية لليمنيين يمكن أن تقدم، سوى أنه عاب على التحالف وحمل التحالف كل شيء، بينما أحمل دور اليمنيين في المشكلة. صحيح هنالك اختلافات، هنالك نوعا ما من العلاقة المتوترة بين الحكومة والتحالف أو قصور، وتتحمل في تقديري الحكومة الشرعية وجباري جزء من هذه المنظومة، يتحملون كثير من التقصير في هذه المسألة لأنهم لم يجعلوا العلاقة ندية على الأقل بين الحكومة والتحالف، بالإضافة إلى حالة الفساد الموجودة في الحكومة الشرعية. طيب، تقول بأن الجباري لم يقدم أي حلول. تقول بأن الجباري لم يقدم أي حلول فيما يخص الأزمة في اليمن كما أسميتها، ولكنه قال أنه سيعود إلى اليمن، وهذه خطوة أتمنى منكم التعليق عليها، وقال بأنه سيعلن عن جبهة وطنية لإنقاذ البلاد. ما المقصود في ذلك ومن ستضم هذه الجبهة؟ وهذه العودة ليست حلا. أولا هذا البيان صادر من شخصيتين فقط، لو كان لهذا البيان ثقل كان يمكن أن نقول أنه قد جمع نخبة كبيرة من السياسيين أو مجموعة من الأحزاب أو لديه أعمدة سياسية كثيرة، بمعنى أنه سيشكل ضغطا أو يشكل أو يغير مجرى المشهد السياسي، لكن هذا البيان صادر من شخصيتين. جباري مشهور بحالة الاستقطاب في معاداة التحالف منذ أول لحظة لمبررات شخصية قد تكون، لكنه بالمقابل لم يقل لليمنيين أنه يمتلك الحلول الحقيقية لوضع حد لهذه المعاناة. هو يتحدث في ذات الآن عن إيقاف الحرب لكنه لم يقل كيف توقف الحرب، يتحدث عن السلام لكنه لم يقل كيف سيحدث السلام أو ما الخطوات التي يمكن أن يتخذها، لم يقل لليمنيين أيضا ما هو هذا التحالف الذي سيقوم به أو الفصيل الذي سيؤسسه وفي أي مكان وما خطواته. بمعنى هذا البيان هو مجرد ضجة إعلامية لا أقل ولا أكثر، وتسهيل موقف حقيقي. لو كان يمتلك حلول حقيقية موضوعية يمكن أن نتحدث أن لديه منهجية أو لديه برنامج حقيقي لإنقاذ اليمنيين، لكن أنا أعتقد أنه ما زال مسلوبا بحالة الاستقطاب الموجودة في ما يسمى بالأزمة الخليجية التي اقتربت من الحل الآن، وهو ما زال يعيش نفس الدور للأسف. أشكرك. أعتقد أن المسألة تكمن في عدم الموضوعية وعدم الوضوح،
وعدم وضع حلول حقيقية ما نزال في إطار الضجة الإعلامية وتسجيل موقف شخصي. أشكرك الدكتور فارس البيل، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة، الأكاديمي والمحلل السياسي اليمني. أنهى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كن اجتماعا ثانيا في غضون 24 ساعة مع رؤساء وفود الترويكا الأوروبية والمنسق الأوروبي إنريكي مورا، وفق ما أفاد موفدنا إلى فيينا. باقري كني كان أعلن أن طهران قدمت للأطراف الأوروبيين بالاتفاق النووي مسودتين بمقترحاتها حول رفع العقوبات والالتزامات النووية. باقري كني أعرب عن تطلع وفد بلاده بأن يتوصل الطرف المقابل بعد تسلمه الاقتراحات إلى إجماع في أقصر وقت ممكن للدخول في حوار جاد مع طهران حول هاتين الوثيقتين. المسؤول الإيراني لفت إلى أنه حذر خلال اللقاء مع ممثلي الدول الأعضاء في مجموعة الأربعة زائدا واحدا من تأثير اللاعبين من خارج المفاوضات سلبا على مسارها. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان كان أكد أن محادثات فيينا تجري بجدية، مشددا على أن رفع العقوبات عن بلاده أولوية أساسية. وفي تغريدة على تويتر مع دخول مفاوضات فيينا يومها الرابع، أضاف عبد اللهيان أن الاتفاق سيكون جيدا إذا أظهر الغرب نية حسنة، ولفت إلى أن محادثات الخبراء متواصلة. معنا من فيينا موفد الميادين موسى عاصي، مرحبا بك موسى. ماذا تضمنت المسودتين الإيرانيتين؟ بحسب الجانب الإيراني تضمنت هاتين المسودتين كامل الرؤية الإيرانية بشأن رفع العقوبات الأمريكية التي أرخلت منذ العام 2018 على إيران، وأيضا تتضمن المسودة الثانية رؤية إيران لكيفية التراجع عن تطوير البرنامج النووي الذي حصل خلال السنتين الماضيتين بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الاتفاق. لا يوجد هناك تفاصيل دقيقة عن هذا الملف، ولكن كبير المفاوضين الإيرانيين قال اليوم لصحفينا الإيرانيين بأن هاتين المسودتين باتت بيد المجموعة الأوروبية، وسننتظر منهم جوابا ما إذا كان هؤلاء الأوروبيون الثلاثة المسؤولون الثلاثة سيقدمون هذه الأوراق أو هذه المسودات للمناقشة وطرحها للمناقشة. ما يعني هذا الكلام بأن إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للاطلاع على هذه المسودات ومناقشتها بشكل جدي. الاجتماع الثاني اليوم في غضون 24 ساعة بين علي باقري والمجموعة الأوروبية انتهى عند قرابة الساعة الواحدة بتوقيت القدس، وبعد ذلك مباشرة انتقل المنسق الشؤون الأوروبية وبعض الدبلوماسيين الأوروبيين ولا سيما الدبلوماسيين البريطانيين من مقر قصر كوبورغ هنا إلى المبنى المواجه مباشرة، حيث يوجد في الطابق العلوي قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية. رأينا المفردين الأوروبيين يتنقلون بين المبنيين لأخذ الرسائل وإيصال الأجوبة. نحن بانتظار طبعا أن يكون هناك تصريح ربما من الجهة الأوروبية التي ترعى هذه المفاوضات لمعرفة ماذا سيكون البرنامج للأيام المقبلة. بكل الحالات بحسب الأجواء هنا فأن هذه الجولة مستمرة. اليوم لم تحصل أي اجتماعات مشتركة حتى للجان الفنية واللجان التقنية، ولكن كل الاجتماعات بقيت على مستوى الاجتماعات الثنائية والثلاثية خارج مقر المفاوضات الرسمي بعيدا من هنا في مقر إقامة الوفود. وطبعا المعلومات تقول بأن هذه الجولة ربما تكون مفتوحة من دون سقوف زمنية إلا إذا أراد الرؤساء الوفود العودة إلى عواصمهم للاستشارة. موسى، كيف يفهم تحذير باقري كني من خشية أن يتم التأثير من خارج دائرة المفاوضات من من سماهم بالأعضاء الخارجيين بأن يتم الضغط على وفد الترويكا وحتى المفاوضين في الأربعة زائد واحد، مما يخشى في تصريحه بذلك؟ المقصود طبعا بهذا التصريح هو ما تقوم به إسرائيل من محاولات للضغط على المجموعة الأوروبية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. المعلوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي اتصل الليلة الماضية بالإدارة الأمريكية ليحذرها من عدم التوصل أو ليطلب منها عدم عقد اتفاق مع الجانب الإيراني، لأن إسرائيل تعتبر أن هذا الاتفاق في حال تم التوصل إليه سيكون لصالح الإيرانيين. هذا ما تقوله إسرائيل، وهذا الضغط رأيناه
الاجتماعات خلال الأيام الماضية على المجموعة الأوروبية قبل بدء المفاوضات من خلال الجولات التي قامت بها قيادات إسرائيل إلى أوروبا، وأيضا خلال التصريحات التي خرجت من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في قبل يومين، عندما أصدرت تصريحات تقول فيها بأن إيران لم تنخرط بشكل جدي في هذه المفاوضات، وبأن على إيران تقديم رؤيتها من أجل وضع التزاماتها بالتراجع عن خطوات خفض الالتزام باتفاقية العام 2015. طبعا هذا الكلام يبدو أنه كان تحت ضغط مباشر من قبل إسرائيل، على أساس أنه في اليوم التالي أي أمس قامت إيران بتقديم المسودتين اللتين تحدثنا عنهما للجانب الأوروبي، ويجري حديث منذ الأمس واليوم حول هاتين المسودتين. هناك إشارة طبعا إيجابية هنا في فيينا، هي ما قاله رافائيل غروسي اليوم أيضا بأن هناك احتمال كبير للتوصل إلى اتفاقية. إذن الأجواء في فيينا توحي بأن هناك تقدم، هناك إيجابية بالمسار العام للمفاوضات رغم التأثيرات أو الضغوط التي تحاول إسرائيل القيام بها على بعض الوفود الأوروبية. مفيد الميادين لفيينا موسى عاصي، شكرا جزيلا لك. دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إلى تجاهل الأخبار الكاذبة التي ينشرها الاحتلال الإسرائيلي لتسميم أجواء المفاوضات في فيينا. وقال خطيب زادة في تغريدة على تويتر إن الكيان الإسرائيلي القائم على التوترات ينفخ في بوق الأكاذيب من أجل تسميم المفاوضات في فيينا، مضيفا أن جميع الأطراف المشاركين في المفاوضات يخوضون حاليا اختبار الاستقلال والإرادة السياسية لتنفيذ مهامهم. وعلى وقع التهويل الإسرائيلي بإمكانية اللجوء إلى استخدام الخيار العسكري ضد إيران، كشف النقاب محمد عن وثيقة سرية لتسلح الجيش الإسرائيلي في ظل حديث مراقبين عن عدم جدوى الخيار العسكري وكلفته الباهظة في مواجهة النووي الإيراني. التفاصيل مع الزميلة منال إسماعيل. في موضوع يثير الكثير من التساؤلات توقيتا وشكلا ومضمونا، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية وثيقة رسمية إسرائيلية أقرت بموجبها اللجنة الوزارية لشؤون التسلح شراء الجيش الإسرائيلي مروحيات وصواريخ اعتراضية لمنظومة القبة الحديدية وقنابل وذخائر دقيقة سرية لسلاح الجو بكميات كبيرة بقيمة تصل إلى نحو 5 مليارات شيكل. نشر الوثيقة المصنفة سرية للغاية تحت عنوان الدائرة الثالثة أي إيران، وضعه خبراء في إطار الدعاية والحرب النفسية التي تشنها إسرائيل ضد إيران، وهو يأتي وفقا لهم على خلفية التقديرات الإسرائيلية بإمكانية فشل المحادثات النووية في فيينا وإمكانية أن تجد إسرائيل نفسها وحيدة أمام التهديد الإيراني. لذلك فإن الجيش الإسرائيلي يعمل على رفع جاهزيته عبر التدريبات والمناورات والتسلح. إيران ارتقت درجة في الأولويات لدينا، ولذلك رئيس الأركان أمرنا بتحسين استعداداتنا بكل ما يتعلق بالدائرة الثالثة وبخططنا في العمق. يجب علينا دائما أن نكون مستعدين مع الخيار العسكري. المحادثات في فيينا مستمرة، ومن الواضح للجميع أن إسرائيل تلوح بالخيار العسكري ضد إيران من أجل حث العالم للعمل ضد طهران. تلويح إسرائيل بالخيار العسكري ضد إيران يضعها أمام معضلتين أساسيتين، الأولى عدم قدرتها على استخدام هذا الخيار منفردة بمعزل عن الولايات المتحدة، والثانية كلفة هذا الخيار الباهظة والضرر الذي سيلحق بالجبهة الداخلية الإسرائيلية. ما يحصل في فيينا سلب النوم من أعيننا هنا في إسرائيل، لكن إذا سألتني هل الخيار العسكري هو ما تريد إسرائيل تنفيذه؟ أجيبك بلا، بسبب قدرة الإيرانيين على إلحاق الضرر بنا، ولأن هذا سيفتح حربا إقليمية، والأهم أنه لن يقضي على المعرفة لدى الإيرانيين. وعلى وقع تشديد المسؤولين الإسرائيليين لغة تهديدهم ضد إيران وتصعيد لهجة خطاباتهم الموجهة إلى إدارة بايدن بشأن النووي الإيراني، يعقد ضباط كبار من الجيش الإسرائيلي لقاءات في الولايات المتحدة مع قيادة المنطقة الوسطى للجيش الأمريكي لبحث التعاون العملاني في المنطقة والتحديات المشتركة للجيشين الإسرائيلي والأمريكي، لقاءات تسبق وصول وزير الأمن بيني غانتس إلى واشنطن للقاء كبار المسؤولين هناك. حذر قائد قوة القدس في حرس الثورة إسماعيل قاآني واشنطن من أي تحرك عدواني ضد إيران، قائلا إن الرد سيكون موجعا.
ودعا قائدان الأمريكيين إلى الخروج من المنطقة الجغرافية المحيطة بإيران طالما أن الفرصة متاحة، وقال أن عهد اضرب وهرب من قبل أعداء الثورة والإسلام قد ولى، واجها التحذير للأمريكيين بأن يخرجوا من المنطقة ما دامت الفرصة متاحة أمامهم، وقال إن لم تخرجوا من محيطنا سنفعل بكم مثل ما حل بكم في أفغانستان وهربتم منها. يجتمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقياديو الإطار التنسيقي في العراق في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري. الاجتماع سيبحث ملف الانتخابات ومخرجاتها وتأليف الحكومة، وضم إلى الصدر والعامري رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس تحالف العقد الوطني فلاح الفياض ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي. ومعنا من بغداد مدير مكتب الميادين عبد الله بدران. عبد الله، قبل الحديث عن المواقف التي بدأت تخرج فعلا عن هذا الاجتماع، ربما نتحدث عن هذا المشهد، هو غير مسبوق منذ سنوات في العراق، كيف يمكن أن نقرأه ضمن سياق الأحداث والتوقيت بالذات؟ نعم، طبعا ما يمكن فهمه أن الجليد بالفعل قد كسر، وأن هذه هي البداية التي يمكن من خلالها رأب الصدع داخل القوى في البيت الشيعي. طبعا نتحدث هنا عن لقاء منذ أكثر من عقد يجمع رئيس ائتلاف دولة القانون وزراء العراق الأسبق نوري المالكي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ومنذ سنوات وهو طبعا الذي يجمع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر والأمين العام لعصابة أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، وكذلك مع قادة الإطار التنسيقي الذين حضروا هذا الاجتماع وجها لوجه بهذا الشكل في ظل هذه الأزمة، هو بداية حل للأزمة داخل البيت الشيعي. على الأقل هناك لقاء جمع الأطراف المختلفة، نتحدث هنا عن تجربة لم تنجح منذ العام 2014، تكرر المشهد ذاته في العام 2018، لكن بتوافق عن بعد وبممثلي عن التيار الصدري وممثلي عن القوى التي تمثل الركن الثاني في البيت الشيعي أو النصف الثاني من البيت الشيعي. بالتالي هذا اللقاء يكون مقتدى الصدر ونوري المالكي وقيس الخزعلي وفالح الفياض وقيادات الإطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري في اجتماع واحد. طبعا ذلك كفيل بأن هناك ما تم تجاوزه بالفعل، على اعتبار أن هذا لم يكن ليتحقق خلال الفترة الماضية، نتحدث عن أكثر من عقد، هذا من جهة. صحيح. طبعا ما تم بحثه في داخل الاجتماع هو ضرورة معالجة الأزمات وضرورة إيجاد حل للإزداد السياسي. هناك تكتلان رئيسيان هم مقتنعان كتكتلين، لا يمكن لأي طرف منهما على أرض الواقع أن يذهب باتجاه خوض تحالفات مع القوى السنية والكردية، ولا يمكن أيضا في المشهد العراقي أن يشار لطرف مؤثر وفاعل ولديه حلفاء خصوصا في الفصائل العراقية بأن يتم إرساله إلى موقع المعارضة. هذا صعب جدا، وهذا ما تفترضه القوى الفاعلة التي كانت مجتمعة اليوم. من بين المواقف عبد الله، هذا كان مهم. من بين المواقف عبد الله التي خرجت عن الإطار التنسيقي، الحديث عن رفض التطبيع، الحديث أيضا عن موضوع يعني إلزامية خروج القوات الأجنبية من العراق وغيرها من الأمور، ربما تضعنا في هذه الأجواء بعد إذنك. نعم طبعا، هذا هو الإطار العام أو المعلن في بيان الإطار التنسيقي، لكن ما تم بحثه في الداخل طبعا هناك طمأنينة تريدها كل الأطراف سواء التيار الصدري أو أطراف الإطار التنسيقي، طمأنينة لا تهديد من أي طرف لأي طرف، وأن هناك عملية اختبار أن لا تسحب الأمور إلى أبعد من الحد الذي فيه المشهد العراقي الآن من الشد السياسي الذي طبعا يزيده تعقيدا هو تحركات المفوضية، وكذلك بعدما وصلت الأمور للقضاء العراقي أصبح الأمر على أرض الواقع صعبا جدا. ما تم بحثه طبعا ضرورة أن لا يكون هناك أي تهديد للحشد الشعبي، وأن يكون هناك ما يسهم في الحفاظ وصون هذه التجربة، أيضا الاتفاق على النقاط الأساسية بضرورة يعني خروج القوات الأجنبية في نهاية هذا العام، مع الاتفاق على أن يكون هناك عملية إصلاح جريئة وواضحة وسريعة. طبعا المعلومات تفيد أن ما تم طرحه هو ضرورة أن يكون هناك توافق يجمع جميع الأطراف، لا يمكن لطرف أن يشكل
الحكومة لوحده. حتى زعيم التيار الصدري عندما خرج الاجتماع وغرد بأنها حكومة أغلبية وطنية، هو في كل مرة يكتب حكومة أغلبية أو حكومة الأغلبية، أغلبية وطنية ربما قد يكون أيضا تفسيرها حتى الآن طبعا هو الأغلبية الوطنية للقوى الشيعية بهذا الإطار ربما توضع. بالمناسبة وفق المعلومات هو الآن ربما يكون في اجتماع مع رئيس الوزراء رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي. الأهم في هذا اللقاء طبعا ليس هناك طرح لأسماء، يعني المشهد في العراق سيناريوهات اثنين، الأول هو الذهاب باتجاه حكومة توافقية وقد يكون من يرأسها هو رئيس وزراء سابق، أو الذهاب باتجاه حكومة أغلبية وهذا هو المستبعد وبذات الوقت ستعود القوى إلى التوافق مرة أخرى. هذا أشكرك. ما تم بحثه طبعا مع الأساسيات برفض التطبيع وإخراج القوات الأجنبية من العراق. شكرا لك عبد الله بدران مدير مكتب الميادين، كنت معنا من بغداد. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنه يجري في كل مرة تضيع فرص الإصلاح والبناء في تونس. الطبوبي دعا إلى ضرورة تواضع الجميع وأعمال الحكمة من أجل تجاوز الوضع الدقيق الذي وصلت إليه تونس، وعلق الطبوبي على عدم وجود قانون مالية وميزانية للدولة لسنة 2022 بالقول إنه لا توجد لا ميزانية ولا دستور وأن الوضع مقلوب رأسا على عقب في تونس. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافراف من عودة سيناريو المواجهة العسكرية إلى أوكرانيا، واصفا الأزمة الحالية بأنها معقدة للغاية. وأعلن لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في ستوكهولم عزم موسكو على تقديم اقتراحات بشأن اتفاق عدم توسع حلف الناتو إلى الشرق، وأكد ضرورة عدم نشر أي أنظمة صاروخية على مقربة من روسيا. بدوره شدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة اللجوء إلى الدبلوماسية كخيار أفضل للتعاطي مع الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن هناك عواقب لأي تصعيد روسي. المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال أن احتمال اندلاع أعمال قتالية في جنوب شرق أوكرانيا يبقى عاليا وهو أمر مثير للقلق بالنسبة لروسيا. وأضاف بيسكوف أن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص، مشددا على أن ذلك لا يهدد أحدا ويجب ألا يقلق أحدا. متحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي كانت أعلنت أن الولايات المتحدة لن تتردد في فرض عقوبات جديدة على روسيا بشأن الوضع حول أوكرانيا. وفي مؤتمر صحفي أضافت ساكي أن الإدارة الأمريكية مستعدة لاستخدام عدد من الأدوات الاقتصادية وغيرها ردا على الإجراءات الروسية الضارة وفق تعبير ساكي. في موازاة ذلك أعلن أصول المحيط الهادئ في الجيش الروسي أنه جرى نشر صواريخ مضادة للسفن من طراز باستيون ليبدأ بالمناوبة القتالية في جزيرة من جزر الكوريلا الروسية. المكتب الصحفي للأسطول أشار إلى أنه في هذه الجزيرة ستعمل أطقم مجمع الصواريخ في مراقبة منطقة المياه والمضائق المجاورة على مدار 24 ساعة. معنا من هلسنكي موفدنا سلام العبيدي، مرحبا بك سلام. هل ما نتابعه في هذه المستجدات التي تطرأ في هذه القضية تحديدا هي رفع أو مرحلة من رفع السقوف خطابيا قبل الركون إلى نوع من التهدئة في هذا الموضوع والإطار؟ أهلا بك محمد. يمكن القول بأن الطرفين الروسي والأمريكي واستعدادا للقاء اليوم في ستوكهولم بين لافروف وبلينكن رفع السقف، ولاحظنا من خلال على أقل تقدير النتائج الأولية لهذا اللقاء بأن هذه الجهود لم تضع سدى، ويمكن أن نرى ملامح ربما أولية للتهدئة وخفض التصعيد، ليس في كل الملفات الخلافية بين موسكو وواشنطن، بين روسيا والغرب عامة، ولكن على اقل تقدير في المنهج في المشهد الاوكراني الذي كان يبدو اكثر خطوره في الاسابيع والاشهر الاخيره، حتى ان كثيرين صاروا يتحدثون عن احتمال نشوب نزاع مسلح واعمال عسكريه في اوكرانيا. لكن اليوم التصريحات الاولى تبدي تعطي إمكانية للحديث عن بعض التهدئة،
خاصة أن أولا الجانبان الروسي والأوكراني أكدا اليوم في ستوكهولم على أن لا حل عسكريا للنزاع في أوكرانيا، وأن يجب تتركز الجهود على الحل السياسي الدبلوماسي، وهذا كان حتى على لسان بلينكين بشكل صريح ومباشر. وأيضا كانت هناك بعض المؤشرات الإيجابية من أوكرانيا، حيث صادق البرلمان الأوكراني اليوم بأغلبية مطلقة بطلب طبعا من الرئيس فلاديمير زيلينسكي على تمديد القانون الذي يسمح بإدارة محلية يعني مستقلة لسلطات الإقليم لمدة عام، وهذا يعني إعطاء فرصة إضافية لعملية مينسك للاستمرار في هذه المحادثات التي ترعاها روسيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا. وأيضا يعني كانت هناك أحاديث ويعني كلمات واضحة خاصة من طرف الجانب الروسي وأيضا من الجانب الأمريكي، يعني كيف يمكن أن نتحدث اليوم عن تهدئة وربما الانفراج الجزئي في هذا المشهد تحديدا. هناك طبعا ملفات خلافية كثيرة كما قلنا طبعا. لكن في هذا المشهد تحديدا نعم محمد، الجانب الأمريكي قال بالنسبة له الأولوية الآن هي الإفراج عن اثنين من السجناء الأمريكيين، أحدهما بول ويلان وهو أدين بالجاسوسية يعني التجسس لصالح الولايات المتحدة ويقضي محكومية لمدة 16 عاما في أحد السجون الروسية، وكذلك مواطن أمريكي آخر أيضا كان يحمل صفة دبلوماسية أو صفة خدمة في السفارة الأمريكية وارتكب جرما جنائيا وأيضا يقضي محكوميته في أحد السجون الروسية. اليوم بلينكين قال في سياق متصل ومتوازي مع ضرورة الحل الدبلوماسي في أوكرانيا، كان يتحدث عن الأولوية بالنسبة لأمريكا التي تكمن في الإفراج عن هذين المواطنين الأمريكيين. يعني نحن يمكن أن نتحدث عن صفقة ما بين موسكو وواشنطن، هي ليست صفقة طبعا صفقة يعني كبيرة، ولكن على أقل تقدير تهيئ أرضية جيدة للقمة المرتقبة بين بوتين وبايدن، وخاصة أن موسكو اليوم تحدثت عن أيام، يعني نحن صرنا على مسافة بضعة أيام عن انعقاد هذه القمة، ويجري الآن في إدارتي بوتين وبايدن تدقيق الجداول الزمنية والارتباطات لكل رئيس لتحديد اليوم الذي سيلتقي فيه الرئيسان بوتين وبايدن يعني افتراضيا وليس بشكل مباشر وجها لوجه. كل هذا يعطي الأمل، خاصة أن موسكو تتحدث عن خطوط حمراء وهو انضمام أوكرانيا للناتو وأيضا جورجيا. إذن يعني نحن ننتظر هذه القمة التي يمكن أن تكون ربما يعني مرحلة جديدة في العلاقات بين موسكو وواشنطن. مفدى الميادين إلى هلسنكي سلام العبيدي، شكرا جزيلا لك. الظهيرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية. من جديد أهلا ومرحبا بكم إلى الظهيرة. اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية خاصة في المنطقة الشرقية من الحرم القدسي. قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت فرضت إجراءات عسكرية مشددة وتضييقات في مدينة القدس عموما ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه خاص لتسهيل اقتحامات المستوطنين، وكانت ما تسمى جماعات الهيكل دعت لتكثيف الاقتحامات المركزية والجماعية للأقصى برفقة كبار الحاخامات. قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مستوطنين نجوا من موت محقق بعد تعرض سيارتيهما للحرق وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وذكر الناطق العسكري أن سيارة تقل اثنين من جماعات متطرفة تدعى برسلاف دخلت رام الله ووصلت إلى دوار المنارة، وذلك قبل أن يكتشف شبان فلسطينيون هوية راكبيها، حيث تم إحراقها بالكامل. وأقدمت قوة أمنية فلسطينية على تخليص المستوطنين من أيدي المتظاهرين قبل تسليمهما لجيش الاحتلال.
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن هناك مؤامرة سرية تدبر ضد بلاده لإسقاط الحكومة الشرعية بدعم من دول أجنبية. وفي حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية ردا على سؤال حول فيديو يظهر دبلوماسيين غربيين يناقشون مع زعيم جبهة تيغراي خططا للإطاحة بالحكومة الإثيوبية، قال المسؤول الإثيوبي أن الفيديو مؤامرة ضد الحكومة المنتخبة دستوريا في البلاد وتدخل فاضح في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، ولفت إلى أن وجود تحديات على الأمن القومي الإثيوبي نابعة من حملات تضليل وتحريف تنظمها جبهة تيغراي. قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده يجب أن تستعد لخوض ما وصفه صراعا هائلا العام المقبل ومواصلة تحقيق تقدم في مجالات من بينها الدفاع والزراعة والتشييد. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية عن كيم قوله إنه فيما لا تزال البلاد تواجه صعوبات اقتصادية أحرز حزب العمال الحاكم نجاحا في الضغط من أجل تحقيق الأهداف السياسية وتنفيذ الخطة الاقتصادية الخمسية التي كشف النقاب عنها مطلع العام الحالي. إلى ذلك اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تحديث خطط الحرب لمواجهة ما وصفوه بالتهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية. واعتبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن برنامج كوريا الشمالية الصاروخي والتقدم الذي تحرزه في مجال الأسلحة يزعزعان الاستقرار الإقليمي على نحو متزايد. بدوره أوضح وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن سيول وواشنطن تتفقان على إجراء تقييم القدرة التشغيلية الكاملة للتحقق مما إذا كانت كوريا الجنوبية مستعدة لاستعادة قيادة العملية الحربية. تبنت وزارة الصحة في قطاع غزة مشروعا يضمن التخلص من النفايات الطبية بطرق آمنة تراعي شروط السلامة البيئية والمجتمعية. تقرير عبد الكريم عودة. بداية المشروع كان في عندنا احنا مشاكل كبيرة جدا داخل مجمع الشفاء الطبي وداخل مستشفيات وزارة الصحة، وهي إدارة النفايات الطبية. حجم النفايات المنتجة داخل المؤسسات الصحية كبير جدا، وهذا يحتاج إلى معالجة. معظم النفايات المنتجة هي عبارة عن نفايات خطيرة مضرة بالبيئة ومضرة بالعاملين، وبالتالي وزارة الصحة ومن حرصها على البيئة التخلص الآمن من النفايات الطبية بيتم تخزين فقط النفايات اللي هو الخطيرة وبيتم معالجتها ونقلها إلى مجلس النفايات الصلبة المشترك. أول هدف الكبير اللي هي حماية اللي هي الصحة العامة للسكان وحماية البيئة. في السابق اللي هي كانت تلقى هذه المخلفات في من خلال شاحنات البلدية أو حتى في الطرقات عبث اللي هي المواطنين أو عاملي البلديات كانوا ينصابوا بأمراض لا تحمد عقباها من هذه المخلفات الخطيرة. يتم التخلص من هذه النفايات اللي هي الطبية الخطرة اللي عبر اللي هي إدخالها في جهاز الميكروويف، وجهاز الميكروويف يقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة وثم تدخل إلى التعقيم الحراري لمدة ساعة، تخرج النفايات آمنة حسب الفحوصات اللي هي تمت وحسب ما هو معمول فيه في الدول اللي هي الأجنبية.
والآن إلى آخر الأخبار الاقتصادية معك الزميل عبد الله ظاهر. يبدو أن الأمم المتحدة بحاجة لمبلغ كبير جدا، 41 مليار دولار ل 183 مليون شخص في العام المقبل لمواجهة تفشي وباء كورونا. هو رقم قياسي مقارنة بالعام السابق، رقم كبير، ليس بالضرورة أن يكون قياسي رقم كبير، ولكن في ظل الظروف التي يشهدها العالم على مستوى العالم العربي أو العالم الدولي والدول الإقليمية هناك صعوبات مالية في تأمين هذه الأموال. تفضل عبد الله. مرحبا محمد وأماني. أهلا بكم. أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة ل 41 مليار دولار في العام المقبل لمساعدة 183 مليون شخص في العالم مع استمرار تفشي وباء كورونا والنزاعات وتداعيات التغير المناخي. وقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن يكون 274 مليون شخص على مستوى العالم بحاجة لمساعدة طارئة العام المقبل، ما يمثل زيادة بنسبة 17% مقارنة بهذا العام والذي سجل أرقاما قياسية. وافق البنك الدولي على تحويل 280 مليون دولار من صندوق ائتماني خاص بأفغانستان مجمدة أمواله إلى وكالتي إغاثة لمساعدة البلاد على مواجهة أزمة إنسانية كبيرة. وقال مصدر في البنك الدولي لرويترز إن الجهات المانحة لصندوق إعادة إعمار أفغانستان الائتماني الذي يديره البنك الدولي وعددها 31 لابد وأن توافق على التحويل قبل أن يتسنى وصول الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزيرا جديدا للخزانة والمالية هو نور الدين النبطي خلفا للمقال لطفي ألفان، وذلك بعد ساعات من إعلان أردوغان أن الحكومة سترفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى أعلى بكثير من المعتاد. وتواصل الليرة التركية تسجيل أسوأ أداء لها، حيث سجلت خامس أسوأ شهر لها على الإطلاق وهبطت إلى 14 ليرة مقابل الدولار. كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى عن إنهاء نسبة 88% من الربط الكهربائي مع الخليج متوقعة افتتاح المرحلة الأولى خلال الصيف المقبل. وقال موسى إن نسبة كبيرة من التزامات الربط انتهت من جانب العراق، وإن ما تبقى هو حسم التعرفة وتشييد خط بطول 300 كيلومتر يربط بين محطة الفاو العراق ومحطة الزور داخل الكويت. وأشار إلى أن الربط الكهربائي مع دول الجوار سيعطي موثوقية ومرونة للشبكة الكهربائية. وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قرار يسمح للمستثمر غير القطري بالتملك بنسبة تصل إلى 100% في رأس مال 4 مصارف مدرجة في بورصة قطر. وسبق للحكومة القطرية أن وافقت في شهر نيسان أبريل الماضي على مشروع قانون يسمح بتملك الأجانب في رأس مال جميع الشركات المساهمة والمدرجة ببورصة قطر. الظاهرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. نائب رئيس البرلمان اليمني عبد العزيز جباري يتهم السعودية والإمارات بإهانة الرئيس هادي ويعلن نيته العودة إلى اليمن لتشكيل جبهة إنقاذ وطني. إيران تقدم إلى مباحثات فيينا مسودتين بشأن إلغاء العقوبات والالتزامات النووية ووثيقة سرية لتسلح جيش الاحتلال في ضوء عدم جدوى الخيار العسكري بمواجهة النووي الإيراني. قائد قوة القدس في حرس الثورة يحذر واشنطن ويدعوها للخروج من المنطقة الجغرافية المحيطة بإيران طالما أن الفرصة متاحة. اجتماع بين زعيم التيار الصدري وقياديي الإطار التنسيقي في العراق لبحث ملف الانتخابات ومخرجاتها وتأليف الحكومة. الأمين العام للاتحاد العام التونسي يدعو الحكومة إلى مصارحة الشعب بالأوضاع الصعبة ويتمنى عودة كثيرين إلى رشدهم قبل فوات الأوان. وكان في أخبار الاقتصاد، الأمم المتحدة تدعو لتأمين 41 مليار دولار في العام المقبل لمساعدة 183 مليون شخص في العالم في ظل تفشي وباء كورونا.
وكان في أخبار الرياضة، رباعيتان للمغرب والجزائر في افتتاح مشواريهما بكأس العرب، وفوز مصري شاق على لبنان وسقوط سعودي أمام النشامة. للمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء. إلى اللقاء.